دروكبا قبل ما بيقولوا لي عايزين نروح فاصل، بس عايز اخد منك اجابه للسؤال ده. الزمن اتغير عن زماننا وزمن الكابتن حسين وقبل كده. دلوقتي السوشيال ميديا بقت خلاص موجوده وشيء واقعي في الحياه. ازاي بتتعاملوا مع الولد الصغير؟ ممكن تلاقيه دلوقتي عادي متعايش مع السوشيال ميديا، وليه فيسبوك وليه تويتر وليه انستجرام في السن الصغير 9 سنين و10 سنين. هل بتوجهه؟ هل بتتكلموا في النقط دي؟ طبعا يا كابتن اكيد لازم طبعا بنتكلم معاهم. هم الاولاد ما شاء الله، خلي بالك يعني العقول بتاع الايام ديت تختلف خالص. يعني ما شاء الله الاولاد ذكيه جدا. يعني انا بصراحه في بدايه الموسم انا اتفاجئت، يعني انا قلت لحضرتك انا اشتغلت في المقاولين، فكان في لعيبه وانت بتشرح التمرين لو جمل مركبه او حاجه ممكن ولد ما يستوعبش الكلام. لكن دول ما شاء الله يعني فرقه 2009 كانوا 10 سنين كانوا 11 سنه. لما تيجي تشرح لولد قبل ما تعمل نموذج، احنا دايما وصلت المعلومه. احنا الاول يا كابتن كنا بنستنى المدرب يعمل نموذج، ينزل الملعب ويعمل النموذج. دلوقتي انا والله لو بشرح كده بالكلام الاولاد ما شاء الله بتفهم الكلام وبينفذوا بسرعه جدا. كويس. انا كنت بس اعلق على كابتن اسامه في كابتن حسين في ثانيه كده يا كابتن. على موضوع السن الاولاد، هو الاعمار دي يا كابتن متقلبه. يعني ممكن تلاقي ولد السنه دي جسمه ضعيف جدا، السنه الجايه تلاقي النمو زاد. زائد كمان في اولاد الاجسام بتاعتهم كبيره، دول ما بيكملوش في الكوره. يعني انت بتحتاجهم لفتره معينه. لان البراعم يا كابتن في بتلعب مثلا ملعب بيبقى خماسي، السن الاكبر من كده بيبقى 7 وجول. فلما يطلع من 18 لل 18 بتلاقي الوضع اتغير، بتلاقي الفكر بتاعه اتغير. ففي مدربين بتاخد الجسم الكبير ده بتستفاد بيه بس في الملاعب الخماسي والكلام ده لفتره معينه بالظبط. لكن بعد كده طبعا انا مع كابتن حسين ان انت تختار الموهبه اللي هتكمل. تمام، وانا معاكم بتفق معاكم ان الموهبه هي اللي بتستمر بالظبط، والمهارات هي اللي بتستمر. عايز اسالكم عن دور بروكيتش بقى، المدير الفني الاجنبي، وهو ما شاء الله عامل شغل هايل في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اساله بقى عن دوره، يعني تقولوا لي دوره كمان في البراعم. هاخد الاجابه ولكن بعد الفاصل.